الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد، آمنا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ونشهد أن لا إله إلا أنت، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبدك ونبيك، فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها المؤمنون، إن الإخلاص هو أن يقصد المرء بعمله وقوله وجه رب العالمين، وذلك أمر الله للأولين والآخرين. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ووصيته للمؤمنين في كتابه المبين، قال عز وجل: وادعوه مخلصين له الدين. والإخلاص سبب في قبول الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وبالإخلاص نجاة الإنسان من الكربات والشدائد، كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى غار فسد عليهم بابه، فدعوا الله بخالص أعمالهم وقال كل منهم: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. والعمل الصالح لله الخالص ترفع به الدرجات وتكثر به الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تعمل عملاً تريد به وجه الله إلا ازددت به درجةً ورفعة. وإن المؤمن يخلص لله سبحانه في جميع شؤونه، فيقصد وجهه تعالى في كل أحواله، ويبتغي مرضاته في أقواله وأعماله. ومن أعظم الأقوال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش. ومن أعظم الأعمال الإخلاص في الصدقة، فمن الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فاللهم اجعلنا لك مخلصين وللناس نافعين، ووفقنا لطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وطاعة من أمرتنا بطاعته عملا بقولك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا
وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها المؤمنون، ومن الإخلاص أن يبذل الأب جهده في تربية أولاده ورعايتهم ابتغاء مرضات ربه وإسعاد أسرته. قال صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. والزوجة ترعى بيت زوجها مستشعرة مسؤوليتها مخلصة لأسرتها، والموظف في عمله يؤدي واجبه بنية خالصة مبتغياً الأجر من خالقه، والطبيب يخلص في مهنته، وكذلك المهندس والمعلم والطالب، وكل إنسان يتحرى الإخلاص في كل شؤون حياته، وما ينعكس على نفسه والآخرين والوطن بالخير. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، هون على المصابين في الزلزال والإعصار، وارحم موتاهم، واشف جرحاهم، وكن لهم معينا. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم أدم على دولة الإمارات الاستقرار والرقي والازدهار. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.